طلاب الصف السادس الابتدائي، اهلا بكم مع مستر ماده الدراسات الاجتماعيه للصف السادس الابتدائي من مدرسه سان جوزيف. خدنا الدرس الاول مع بعضينا الموقع الجغرافي للوطن العربي، وعرفت عدد دول الوطن العربي كام دوله تقريبا، 22. برافو عليكم. وعرفت كمان مكان الوطن العربي موجود بين قاره افريقيا وقاره اسيا، وعرفت مساحتهم قد ايه والكلام ده كله. الدرس الثاني مختلف شويه، هناخد حاجه تاريخيه مع بعضينا، هناخدها كقصه. خد الدرس اللي احنا هناخده النهارده ده كقصه، اسمعها قصه، قصه جميله جدا. طيب الدرس ده ان شاء الله هنتكلم فيه عن سيدنا محمد، ازاي نزل عليه الوحي، وهو كان شغال في ايه وهو صغير، وكان مين اللي بيرعاه وهو صغير. الكلام ده كله هنعرفه في الدرس. الدرس اسمه ظهور الاسلام في الوطن العربي. طيب خلينا نبدا مع بعضينا. الاول عايزين نعرف اسم الرسول كامل، اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. اتولد في سنة 570 ميلاديا، تحديدا في يوم 12 من شهر ربيع الاول. الرسول قبل ما يتولد على طول كان والده متوفي. اتولد الرسول وفضل لحد سن 6 سنوات، كان والدته هي اللي بترعاه لحد ما حصل حاجة، وهي ان والدته توفت. يبقى تاني، توفت والدته وهو في سن 6 سنوات. اللي خده ساعتها عشان يربيه ويعلمه هو كان جده عبد المطلب. فضل جده عبد المطلب يرعى فيه ويكبر الرسول، وكان هو اللي بيربيه لحد سن 8 سنين، لحد ما جده توفى هو كمان. بعد ما جده توفى كانش الرسول عنده الا عمه، هو اللي كان عمه ابو طالب هو اللي خد الرسول، وهو اللي بدأ يعلمه ويكبره ويرعاه. طيب الرسول لما عمه اخده معاه كان الرسول عنده حوالي 8 أو 9 سنوات. سيدنا محمد لما راح عند عمه ما كانش حابب ان هو يبقى حمل عليه، ما كانش حابب ان هو ياخد مصروف منه، ما كانش حابب ان عمه هو اللي يديله الفلوس وهو محمد لا. محمد كان حابب ان هو اللي هو اللي يتعلم الشغل، كان عايز ينزل يشتغل مع جده. جده كان شغال في راعي الاغنام. نزل الرسول في الاول مع عمه عشان يرعى الاغنام وتعلم راعي الاغنام وتعلم منها حاجات كتير جدا زي الصبر. وبعد كده بدا الرسول ان هو سنه يكبر شويه، بدا ان هو يقدر يشتغل في حاجه زي التجاره، وفعلا اشتغل في التجاره وكان معروف في التجاره بصدقه وامانته، عشان كده الناس لقبوه بلقب مشهور جدا بيه وهو الصادق الامين. لحد ما وصل الرسول لسن اكتر من كده وتزوج السيده خديجه بنت خويلد. الرسول محمد كان متعود ان هو يقعد لوحده كتير ويقعد يفكر في الكون اللي حواليه ده، مين اللي عمله، السماء ازاي مرفوعه، النجوم، الحاجات دي كلها كان بيقعد يفكر فيها. ففي مره وهو الرسول كان قاعد في غار حراء، غار اسمه غار حراء. يعني ايه كلمه غار؟ يعني مكان بيبقى موجود في الجبل، انسان بيقعد بيبعد عن الناس، بيبعد عن الدوشه اللي حواليه كلها، وبيقعد يفكر في او يتامل في الحاجات اللي حواليه في الكون. طيب الرسول وهو كان قاعد في غار حراء كان عنده تقريبا في الوقت ده 40 سنه، نزل عليه سيدنا جبريل. طبعا هو الرسول ما كانش يعرف سيدنا جبريل ساعتها، هو شاف ضوء ابيض نزل من السماء. طبيعي جدا ان الرسول اتخض من يعني تخيل كده ان نفسك انك قاعد في مكان لوحدك لقيت حاجه ظهرت لك بيضة، مش عارف دي ايه، دي مش عارف اي حاجه. ده كان سيدنا جبريل اللي نزل على الرسول، كان اول كلمه قالها لسيدنا محمد هي اقرا. رد سيدنا محمد ما كانش يعرف القراءه والكتابه، ورغم كده ان هو كان شاطر جدا في التجاره، عشان انا عارف ناس منكم هتسالني هو ازاي واحد ما بيعرفش يقرا ويكتب بس كان عارف كويس التجاره ازاي وكان شاطر فيها وكان بيتعامل بالصدق وبالامانه. الرسول كان شاطر جدا في التجاره، مش شرط ان كل الناس اللي شغاله في التجاره تكون بتعرف تقرا وتكتب، التجاره مش محتاجه الا الحساب، مش شرط تكون القرايه والكتابه. طيب لما نزل سيدنا جبريل على سيدنا محمد واول حاجه قالها له زي ما لسه قايل لكم كلمه اقرا، محمد ما كانش يعرف يقرا ويكتب، فقال له ما انا بقارئ. يعني ايه كلمه ما انا بقارئ؟ يعني انا ما بعرفش اقرا ولا اكتب. راح كررها تاني سيدنا جبريل، فرد عليه سيدنا محمد قال له ما انا بقارئ. بعد كده سيدنا جبريل قال الايه المعروفه عندنا في الاسلام، وهي اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، الى اخره.
طيب، كان الرسول تقريبا عنده 40 سنة. الرسول ما كانش فاهم أي حاجة من اللي بيتقال له، اللي سيدنا جبريل بيتقال له، لحد ما الرسول بدأ إن هو يعرف ويفهم إن هو هيبقى نبي الأمة دي، إن هو هيبقى يدعو الناس لدين جديد اسمه دين الإسلام، الكلام ده كله. وفعلا كان الرسول وهو عنده 40 سنة بدأ الدعوة. خلاص الرسول عرف إن هو مكلف من عند ربنا، إن هو لازم يعرف الناس على الدين الجديد اللي هو الدين الإسلامي. وفعلا بدأ الرسول في نشر الدين الإسلامي. طيب، عايزين ناخد فكرة بسيطة بس عن إن الناس في العرب كانوا عايشين إزاي قبل ما الإسلام ما يظهر. كانوا مين بيحكمهم؟ كان هل كان عندهم رئيس زي دلوقتي؟ ايه اللي كان بيحصل الكلام ده كله؟ بص يا سيدي، اولا ما كانش فيه حاجه اسمها رئيس زمان. امال كانت عامله ازاي؟ لو جينا نشوف العرب اللي عندنا او البدو اللي عندنا في سيناء، هنلاقيهم ان هم متقسمين، متقسمين لمجموعه قبائل. كل قبيله هتلاقي ليها شيخ معين، الشيخ ده هو المسؤول عن القبيله، هو بالمعنى بتاعنا دلوقتي هو اللي بيحكم القبيله. زمان كان هو نفس النظام ده، كان عندهم نظام اسمه النظام القبلي. النظام القبلي ده اللي هو مجموعة قبائل موجودة في شبه الجزيرة العربية، كان كل قبيلة ليها شيخ هي المسؤول عنها. لو في أي مشاكل ظهرت في القبيلة، الشيخ ده كان عامل زي رئيس الجمهورية دلوقتي، بس الشيخ القبيلة كان جوه القبيلة بتاعته. طيب، الناس كانت شغالة في ايه زمان؟ الناس كانت شغالة في حرفة اسمها حرفة الرعي، اللي هي رعي الأغنام. وكمان كانوا بيعرفوا بعض الصناعات البسيطة زي صناعة سيوف، صناعة الأواني الفخارية، صناعة الرماح، الكلام ده كله. مش معنى إن الرعي كانت أشهر حرفة وأكتر حرفة منتشرة إن الناس ما اشتغلتش في حاجات تانية، لا، الناس اشتغلت زمان في التجارة، بس أكتر حرفة منتشرة عشان هيجيلي عنها أسئلة هي حرفة الرعي. كان في ناس شغالة في التجارة، كان في ناس شغالة في التجارة، بس عددهم أقل من اللي كانوا شغالين في حرفة الرعي. طيب، لدرجة إن هما كانوا بيثبتوا رحلتين تجاريتين في كل سنة، يعني السنة فيها رحلتين تجاريتين أساسية. طيب، كان رحلة اسمها رحلة الشتاء لليمن ورحلة الصيف للشام. مهم جدا نعرف كل رحلة كانت لفين. يبقى تاني، رحلة الشتاء كانت لليمن ورحلة الصيف كانت لبلاد الشام. طيب، نبدأ بقى. خلاص احنا لسه واخدين ولسه عارفين ان سيدنا جبريل نزل على الرسول وبدأ ان هو الرسول يدعو الناس للإسلام والكلام ده كله. طيب، الرسول الدعوة بتاعته عدت بأربع مراحل، يعني نشر الإسلام أو الدعوة للإسلام عدت على أربع مراحل. طيب، نبدأ بأول حاجة، المرحلة الأولى، وبسميها مرحلة الدعوة السرية. مرحلة الدعوة السرية دي فضلت 3 سنين. طيب، بدأ الرسول فيها ان هو يدعو الناس اللي واثق فيهم، اللي هم اصحابه او القريبين منه. زي مين؟ اشهرهم طبعا زوجته السيده خديجه بنت خويلد، وصاحبه او صديقه ابو بكر الصديق، وابن عمه علي ابن ابي طالب. دول اول 3 الرسول دعاهم للاسلام، والتلاته استجابوا للرسول، والتلاته دخلوا الاسلام. طيب، هو ليه يا مستر؟ سؤال مهم جدا بقى في الحته دي، هو ليه يا مستر الدعوه الاسلاميه بدات بدعوه سريه؟ يعني ليه الرسول ما طلعش للناس كلها قال لهم انا بدعوكم لدين الاسلام؟ اولا، قريش او المكان اللي كان منه الرسول كان اسمه قبيله قريش. قبيله قريش دي كان ليها مصالح كتير جدا جدا تجاريه. الدين الاسلامي كان هيهدد مصالحها التجاريه دي، فطبيعي جدا ان هم مش هيسمحوا بوجود اي دين جديد الا عباده الاصنام بتاعتهم اللي هم عارفينها. فطبيعي ان الرسول كان خايف على المسلمين، كان خايف على الناس، ان قريش لو كانت عرفت، وهم عددهم كان لسه صغير جدا، كان عددهم 5 6 اشخاص لا يتعدى 10 اشخاص، فطبيعي ان هي لازم تبدا في السر عشان اعداد المسلمين تكتر، بعد كده الرسول يبدا ان هو يدعو الناس كلها للاسلام. وفعلا ده اللي حصل في المرحله الثانيه، بسميها الدعوه الجهريه. يبقى المرحله الاولى كان فيها الدعوه سريه. ليه الدعوه كانت سريه؟ فسر. عشان خوفا على مكانه قريش، او خوفا على غضب قريش. تمام. طيب، المرحله الثانيه اتفقت معاكم اسمها الدعوه الهجريه. بدا الرسول ان هو يطلع للناس
وقف في قريش وقال لهم انا بدعوكم لعبادة اله واحد، ان انتوا تتركوا عبادة الاصنام دي ولازم تعبدوا اله واحد. طيب طبيعي جدا ان قريش زي ما قلت لكم من شوية ان هي ليها مصالح كتير جدا تجارية بين القبائل اللي حواليها، فطبيعي انها مش هتسمح باي دين جديد، وفعلا ده اللي قريش عملته. وقريش حاربت دعوة الرسول، اول ما سمعت ان سيدنا محمد بيدعو لدين جديد حربته، وما كانتش بتستكفي بكده بس، لا دي كانت كمان بتأذيه وبتأذي كل المسلمين، لدرجة ان قريش خلاص فاض بيها، مش عارفة تعمل ايه مع المسلمين ولا عارفة تعمل ايه مع الرسول. راحت عرضت فلوس كتير جدا على سيدنا محمد وقالت له امسك المنصب اللي انت عاوزه في القبيلة، لو عايز تبقى شيخ قبيلة هنخليك شيخ القبيلة، بس سيب الدين الاسلامي. وطبيعي جدا ان الرسول رفض حاجة زي كده. يبقى اول حاجة الرسول، اول حاجة قريش عملتها لإزاء الرسول هي ان هي قامت بتعذيب الرسول والمسلمين، عرضت عليه المال والسلطة. تالت حاجة لما لقت ان اول حاجتين مش نافعين اللي هو الإزاء والفلوس مش نافعة، عملت حاجة اسمها مقاطعة وحصار المسلمين. يعني ايه؟ يعني اي تاجر من قريش ما كانش لسه دخل الاسلام بيقاطع المسلمين، يعني مش هيتعامل مع مسلمين خالص، مش هيبيع لهم حاجه، مش هيديهم اي حاجه، يعني لما يشوف مسلم ماشي في الشارع ولا هيسلم عليه ولا هيعرفه ولا اي حاجه. ده كان معنى القطاع، ولا قريش هتديهم اكل ولا شرب ولا اي حاجه. وفعلا ده اللي بدات قريش تعمله. طيب بص يا سيدي، قريش ما استكفتش بكده بس، وده قريش كمان كانت عاوزه ان هي تحاصر المسلمين، وكتبوا زي ورقة كده وعلقوها قرب الكعبة، والورقة دي عليها ايه؟ عليها ان اي حد ماشي من قريش في الشارع لسه ما دخلش الاسلام، ارى الوثيقة دي او ارى الورقة المتعلقة على الكعبة دي، هيكتشف ان هو ما ينفعش يتعامل مع اي واحد مسلم. يعني هم قريش علقوا الورقة دي على الكعبة عشان اي حد معدي يعرف يقراها، والناس ما تتعاملش مع المسلمين خالص، حتى ما كانوش بيبيعوا ولا بيشتروا له بيشتري من المسلمين اي حاجه، ولا كانوا بيديهم اكل ولا كانوا بيديوا له شرب. طيب فكره ايه رد فعل الرسول تجاه الحاجات دي كلها اللي كانت قريش بتحاول تعملها؟ الرسول برضو ما كانش عاوز ان هو يبقى في صدام بين قريش او بين المشركين وبين المسلمين، فبدا ان هو يتكلم، يقعد مع المسلمين ويامرهم بالصبر، يقول لهم نصبر على اللي احنا فيه، نصبر على الشده دي، شده وتعدي، وقت وهيعدي، والكلام ده كله. لما لقى الرسول ان المسلمين خلاص قاعدين مش قادرين، مفيش لا اكل ولا في شرب ولا في بيع ولا في شراء ولا في اي حاجه، بدا ان هو يفكر ياخد المسلمين ويروح بيهم حته تانيه. وفعلا ده اللي الرسول عمله، بدأ يتكلم مع أصحابه شوية ولقى إن في حتة اسمها الحبشة. الحتة دي أو المكان ده في ملك عادل جدا ما بيظلمش عنده أي حد. وفعلا بدأ الرسول إن يخلي أصحابه المسلمين يسافروا أو يهاجروا للحبشة، ودي كانت الهجرة الأولى للمسلمين. تاني مهم جدا أعرف الهجرة الأولى كانت لفين، كانت للحبشة. طب اشمعنى الحبشة؟ لأن ملكها كان عادل ما بيظلمش حد خالص. وفعلا الرسول بدأ ان هو يروح الحبشة، والمسلمين بدأوا ان هم موجودين في الحبشة. مش بس كده، الرسول فكر في طريقة جديدة كمان عشان ان هو يزود بيها اعداد المسلمين. طيب طريقة جديدة زي ايه يا مستر؟ فكر ان هو كان في زمان قبائل كتير جدا بتيجي للكعبة او بتيجي لمكة عشان تحج فيها. هو كان في حج قبل الاسلام؟ اه يا مستر كان في حج قبل الاسلام، تمام. طيب وهيبدا القبائل اللي هتيجي تزور الكعبه دي وتحج هناك يبدا يعرض عليهم الدين الجديد اللي هو دين الاسلام، وفعلا زاد عدد المسلمين كتير جدا جدا بفضل فكره الرسول دي. طيب اللي حصل ان بعد ما المسلمين ما راحوا للحبشه برضو اذى المشركين ما وقف لهمش، وكان في ناس كتير منهم بتروح لهم وبتاذيهم هناك جامد جدا. طيب الرسول فكر ان هو يسافر بالمسلمين للهجرة الثانية، للهجرة للمدينة عشان تبدأ مرحلة جديدة من مراحل نشر الإسلام. وفعلا بدأ الرسول ان هو يؤمر أصحابه بالهجرة للمدينة. يبقى تاني، أول هجرة كانت عندي للحبشة، الهجرة الثانية كانت عندي للمدينة.
تمام. وبعد ما هنعرف الدرس الجاي ان شاء الله ان المسلمين اول ما يروحوا المدينه هتبدا مرحله جديده خالص في نشر الدعوه الاسلاميه. هنعرف المسلمين هيعملوا ايه في المدينه، هنعرف الرسول هيفكر ازاي بعد ما المسلمين يروحوا المدينه، هنعرف الحاجات دي كلها ان شاء الله في درس الحصه الجايه.